يا أهل جواهر العقود ويا خلاصة إكسير سر الوجود، مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود، وواصبك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود، الكون إشارة وأنت المقصود. صلى الله على النبي. يا أشرف من نال المقام المحمود، وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود، أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب، فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا، أملأ به الكون نورا، أقبله يتيما وأطهره وآل بيته تطهيرا. فاهتز العرش طلبا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا، ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.